السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أنا حابب أشارك معكم مثل ما بيقولوا طريقة تفكير، مشاعر، لحظة. فدائما بتمنى أنه أقدر هيك أوصل فكرة إيجابية وحلوة. أنا دائما عندي أمل وإيمان في نفس الوقت بأنه الإنسان بيتغذى وبيقوى، بياخذ القوة تاعه من الأمل، من الأفكار الإيجابية. وأكثر أكثر شيء يعني الإنسان محتاجه هو الأمل. أنا عم مر بظرف جديد بحياتي، تغير كتير كبير، فعلا مضطر إنه أعمل هذا التغير، وأنا مش كتير حابب كنت أعمله، وما كنت متوقع إنه أوصل لهذا الحل. التغير كان أكبر من إرادتي وأكبر من مخططاتي. ودائما أنا في عندي هي قاعدة بتقول لما الإنسان بيفشل في شيء هذا لا يعني إنه هو فاشل، بالعكس، ربما طريقة اللي حصلت جنبه، الطريقة اللي سلكها، المكان اللي حاول يشتغل فيه، ربما الأسلوب اللي اشتغل فيه كان غلط، وممكن صار معه موقف أكبر من إرادته. يعني مثل ما هلأ صاير معي أنا، يعني شغلة إلى علاقة في تغير جيوسياسي مدري شو ما بعرف يعني. فأنا أنا أتوقع أني بعد فترة قصيرة رح اترك المكان اللي انا عايش فيه وانتقل على مكان تاني. وطبعا بس انتقلت اكيد راح، لسه ماني مقرر يعني بالضبط وين، وما عندي هيك رؤية واضحة للشيء اللي راح اعمله. فلذلك عم عيد تفكيري وعم عيد افكاري من اول وجديد. هاليوم بدي شارك معكم اشي، انه دائما الاستسلام مانو حل. يعني هلأ لما بنقعد نحن بنقع في مشكلة لازم ندير هاي يعني أزمة لازم تندار، فهذه الأزمة تنطرح لها اقتراحات حلول كيف نوقف الضرر. هي أول شغلة ما كانت نوع الأزمة يعني، وهذا إشي مهم يعني الإنسان لازم يتفكر بهاي الطريقة مشان يحسن يتخطى لحظات بتصير معه. فأول إشي لازم نفكر فيه إننا نوقف النزيف، نوقف الخسائر، نوقف إنه نحن خلاص لحد هذا الحد خسرنا وأكثر من هيك مش راح نخسر إن شاء الله. وهم بقاني بعد هذيك المرحلة بتجي مرحلة إنه كيف بدنا ننتقل لمرحلة المكسب ونعوض الخسائر، وحتى يمكن نحن نصلح الوضع اللي نحن فيه. فالمرحلة الأولى اللي هي إدارة الأزمة، نحن نوقف الضرر وكذا. فتنطرح خيارات، تنطرح خيارات إنه نحن نعمل الخيار فلاني أو نعمل الخيار فلاني. وللأسف أحيانا أنا بلاحظ مع مثلا المستثمرين، أصحاب شركات، بزنس مان، لاحظ أنه من ضمن دائما يعني يكون بالاجتماع يكون في أزمة مثلا في شركة معينة وكذا، وأنا بيصيحوا لي لإله وإنه شلون بدنا نديرها وشلون بدنا نشتغل. فأنا بكون من ضمن الناس الموجودين، هن بيصيحوا مثلا لخمسة عشر أشخاص، هذا عنده خبرة مثلا بالإدارة التسويقية، الثاني عنده خبرة بالإدارة المالية، هذاك عنده خبرة مثلا في الأمور القانونية إلى آخره. فبتفاجأ انه طرحوا من ضمن الخيارات خيار الاستسلام. فانا دائما بعتبر انه الاستسلام ما هو خيار. هلا هو هنا احيانا بيفكروا انه ما بيحاولوا يسموه او بيتراجعوا عن تسميته انه هو الاستسلام، غلط. الاستسلام واضح ومبين وهو الخيار الأسوأ اللي دائما الانسان، خليني اعيدها مره ثانيه، اساسا هو ما له خيار أساساً. أنت سويته ولا ما سويته، أنت ما سويت شيء. يعني فرضاً أنت ما كنت موجود فكنت أمور رح تمشي بهذا الاتجاه، هي هذا هو خيار الاستسلام. إذا أنت ما عملت أي شيء لأنيتك أنت فاقد للأمل أو فاقد يعني الطاقة الإيجابية، لما الإنسان هيك بينصدم بإشي فبيخسر كل شيء. فهو الفكرة بتصير أنه حصلت أزمة مثلاً مالية كبيرة في الشركة، فالشركة فقدت مثلاً خلينا نقول أكثر من 70% من قيمتها. فأصحاب الشركة شعروا بيأس رهيب، شعروا أنيتهم رجعوا لورا 20 سنة، شعروا أنيتهم تكسروا، خسروا خسارات واو، واضطروا أنيتهم يلغوا مشاريعهم وأحلامهم وخططهم المستقبلية. فبيجي صاحب الشركة بيقول خلينا نحن نستسلم، يعني given up. هي الفكرة أنه لسه في عندك 30% من قيمة الشركة لازم تحافظ عليها، لسه في عندك خبرتك، الأفكار اللي أنت عندك إياها،
اكيد الاكسبيرينس اللي انت حصلت عليهم نتيجه الخساره اللي خسرتها اكسبيرينس كثير كبيره. ولازم لما انت بتنتهي الازمه هي اللي انت فيها وتوقف النزيف وكذا وتعمل تحليل الشيء اللي صار معك، ممكن بلحظه من اللحظات تلاحظ انه تفهم معلومات خطيره مهمه رائعه. هلا في مره شخص مليونير وما شاء الله يعني هو ناجح جدا، انا بعتبره من ضمن انجح الناس اللي انا بشوفهم بحياتي، ليس على الصعيد المالي انه هو من اغنى الناس، لا هو بس على الصعيد الفكري يعني في سلام بينه وبين حاله. المهم هذا الشخص وقع في شغله، وقع في ازمه ماليه كثير كبيره، وهي الازمه الماليه خلته يغير طريقه تفكيره بشيء. سوري انا مرقت من جنب هيك اصوات مريت. المهم فهي الازمه الماليه خلته يفكر بطريقه مختلفه، بطريقه اخرى، يعني غير الزلمه حياته، غير طريقه تفكيره، غير الاتجاه تاعه، يعني غير كل شيء تقريبا. وحتى انا انصدمت، هو الشيء اللي صار معه كان مؤلم. وانا الحقيقه لما جيت لعنده قلت له يعني انا كخبير يعني مستشار استثماري دائما راس المال جبان، ودائما انا بحب ابعد عن الريسك وبحب قلل نسبه الخساره، يعني نحن باللا شعور تبعنا نحن كبشر بنبعد عن هالموضوع هذا. فهو لما اتخذ هاي الخطوه خسر خساره كثير كبيره ودخل بريسك واو كبير. انا صراحه انا ما كان عندي هذيك الشجاعه انه ادخل بهيك ريسك. فبيت القصيد هو انه لما جيت لعنده بعد فتره وانا عم تابع الامور هيك اكتشفت انه الرجل يعني نجاح باهر وبشكل مفاجئ وبسرعه. فانا قلت له انت شو عملت؟ انا ماني قادر احكي يعني لانه هذه سريه عميل، يعني سريه شخص انا عم بحكي معه، فبخاف انه مثلا يكون شخص بيعرفني وبيعرفه يقوم يعرف قصصه او يكتشف عنه شيء، فلذلك ما بعطي معلومات. بس انا بدي اعطي بيت القصيد اللي هو قلت له انت كيف قدرت تنجح يا صديقي؟ شو عملت؟ قال لي شوف انا بالمره الماضيه لما خسرت واضطريت انه اعمل تغيير كبير بحياتي، الخساره اللي صارت كلفته مبلغ خيالي، انا خايف احكي بس يمكن شكلي لازم احكي، كلفته اكثر من $1,000,000 الخساره، بس الخساره اللي صارت معه يعني حصلت معه خساره فخسر اكثر من $1,000,000، والتغيير اللي عمله خسره اكثر من $400,000. فقال لي شوف يا ابراهيم انا دفعت حق الاكسبيرينس اللي انا اخذتها $1,500,000 تقريبا، هاي اكسبيرينس غاليه كثير، وطبيعي لما اشتريت شغله بهالنفاسه وبهالغلاء النيته جبت لي نتيجه باهره، لانه هو قلب الازمه اللي وقع فيها قلبها لخبره، وعمل يعني اناليز للتجربه اللي مرق فيها، وحلل يعني فهم كثير منيح انه انا ليه صار معي هيك، ليش حصلت هذه الخساره، شو هي كانت الطريقه الامثل. وهو شخص اصلا يعني الى حد ما كان ناجح بهذاك المجال، وفجاه صار معه تغير معي. فلما هيك صار اثرت فيني كلمته انه هو فعلا قال لي انا دفعت حق هاي الاكسبيرينس $1,500,000، فهو قلب الازمه لشغله ايجابيه. ودائما في هيك قاعده تعلمتها وقريتها ويمكن بحكيها كثير، بقول انه الناس الناجحه بتعطي حلول، بتفكر بحلول دائما، والناس الفاشله بتطلع اعذار، بتحاول تقول انه هو لانه هيك، هو لانه فلان، هو لانه الوضع، هو لانه البلد، هو لانه الاسعار الكذا، بيحاولوا يتحججوا باي شيء. عرفت علي؟ يعني في ناس جنت ثروه من ورا كورونا، وفي ناس خسرت وقعدت بالبيت وجاعت واحتاجت وقالت انه الحق على كورونا. هلا في ناس يمكن ما كان طالع بايده شيء، بس في ناس نجحت يا اخي، يعني دائما في امل، دائما في بصيص امل، لو ان احنا دورنا عليه ممكن نشوفه، ممكن نلاقيه. وفي مثال انا بدي اضرب لكم اياه، يعني حابب انه هيك يعني مثل بيقولوا نجسد الواقع اللي نحن عم نعيش فيه. للاسف في هالمثال هذا، بس لازم نحن لما نفهمه ندرك حجم الغلط اللي عم نغلطه. لما انت بتجيب حيط ابيض تكون مساحته قول 5 متر بعرض ب 5 متر ارتفاع، الحيط يعني حائط مدهون بالابيض تماما، وبتمسك انت ترسم في نص الحائط كره صغيره
بمساحة 5 سنتي وب 5 سنتي بالأسود. لما بتجيب أي شخص طبيعي يعني من أغلبية البشر بتقول له شو شايف؟ بيقول لك كرة سودة. للأسف هو في حيط 5 متر ب 5 متر أبيض، هو شايف بس اللي 5 سنتي في 5 سنتي أسود. ها هي اللي فهمتوا علي فكرة صح؟ إنه الموضوع مش موضوع إنه الموضوع مش موضوع أبداً إنه أنت صار معك موقف وهذا الموقف خلص خرب حياتك مدري إيش. لا، حاول تشوف الإيجابيات، حاول تشوف الإيجابيات بليز. دائماً هذا هو الشيء الصح، ودائماً الحياة فيها أمل وفيها فرص جديدة. طالما ربي أعطاك يوم جديد معناتها هي فرصة بحد ذاتها. بتمنى للجميع التوفيق حياتهم وبتمنى هيك يكون شاركت طاقة إيجابية. يعني أنا حسيت هيك بلحظة ضعف ويأس في موقف صار معي وهيك، فقررت أني هيك أقوم من هذا الضعف واليأس اللي أنا فيه وبلشت أفكر بإيجابية شوي. حبيت شارككم هالإيجابية هاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.